السلام عليكم متتبعي مامتي الحبيبة، كنرحب بكم اليوم في واحد الفكرة جديدة. وكنشكركم في أول أشياء، كنشكركم كلكم، كل واحد وجميع الناس وجميع اللي دخلوا عندي واللي كيتفرجوا فيا، كنشكركم بزاف 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 للدعم ديالكم. وجدت لكم اليوم واحد الفكرة، فكرة اللي كتلق في هذا البرد، فكرة في هذا الموسم ديال البرد اللي كتسخننا شوية ولذيذة بزاف، وكتلق في هاد الوقيته نيت دابا، لانك تكون غير من الخضر ديال هاد الموسم، يعني زوينه بزاف. تفضلوا معايا المقادير باش ما نطولش عليكم فيديو. انا ديجا خديت الخضره وقطعتها. عندي هنايا البصله مقطعه، عندي هنايا السيلغي الكرافس ديجا عندي مقطع في الكونجيلاتور، والماء والمعدنوس مقطع في الكونجيلاتور. عندي هنايا قرعه واحده خضره قطعتها، هنا عندي ثلاثة ديال البطاطات قطعي، هنا عندي شويه ديال الجلبانه. تقدري ديري فيها اللفت الحمر، اللفت شو يعني. هنايا عندي القرعه الحمراء طويله هذه، قطعت النص ديالها، قطعته دي كوب. هنا هاد الخضره كلها كطيب دغيا. عندي هنا معلقه ديال الزبده حيوانيه. دونك غادي نبدا بسم الله على بركه الله. غادي نديرها في الطنجره هذيك الزبده، وغادي ندير معها واحد شويه ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون. ثقوا بيا كتجي واحد الشوربه هائله هائله هائله. غادي ندير هنا عندي جوج حبات ديال البصلات مويان ما مقطعين، مقطعين ماشي رقاق بزاف، منين وشلتهم. هنايا يعني عندي تقريبا ثلاثه ديال الكرافس كونجي ديجا، ما كنشي الحاجه تنقطعها وتنحطها دو كوتي. عندي هذاك المعدنوس، عندي تقريبا واحد الكوب ان كوب. هذا عندي واحد الضامه ديال الزعفران، يعني تقدري تستغني عليها ماشي ولا بدا. وفي العطريه ليزيبيس التوابل، غادي نحتاج نص معلقه ديال السكينجبير على حسب لا كونتيتي. تنقول انا هنا درت اكثر نص معلقه ديال الخرقوم وواحد الطريقه ديال البزار، ماشي بزاف. انا هنايا عندي بزاف ديال التوابل ديال الخضر، دائما الانسان كيمشي على القد يعني القياس ديالو. تقدري تستغني على السكينجبير، ديري غير البزار ومليحه، يعني كل واحد شنو كاين. هنا عندي واحد المعلقه ديال الملحه، وعندي واحد المعلقه ديال الثومه مطحونه، هذا الشيء اللي عندي. وهنايا راني درت واحد شويه ديال الشعريه ديال الرز، رقدتها في الماء بارد باش تطلق لي باش نقدر نقطعها. هذا هو الهدف اللي رقدتها. صافي كندي هذاك الشيء ديالي يتطلق باش يذوب منه الثلج، و او ميم طون يتحمر لي واحد شويه باش نزل لي ديك البصله ودوك الكرافس، باش نزيد، لان داك الشيء كلشي كيطيب في 5 دقائق كلشي كيطيب. دونك بما دارت لي الزبيده ديالي، غادي طيح لي الخضيره دي هاد الشيء اللي درت في الاول، يعني الكرافس والبصيله والمعدنوس ديالي. استنى غير يطيح لي، وغادي نبقى نزيد الخضر ديالي تدريجيا. غادي نحل على الطنجره ديالتي بطبيعه الحال، لان دازت واحد جوج دقائق. البصيله ديالتي راه طاحت لي هي، والكرافس والمعدنوس. انا كنستعمل غير المعدنوس دائما وابدا، قليل 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 كنجيب لداري القزبر. انا الفوائد ديال المعدنوس راه لا تعد. الناس اللي عندهم بزاف ديال المشاكل ديال البوله كيسخن، مهم زوين. دونك في هاد الاثناء غادي نزيد جلبانه البوا. دونك هاد انا غادي نزيدهم تدريجيا، يعني كل واحد ما بين غير ما بين وحده وحده واحد جوج دقائق. يعني ما شربت لي هذه شويه ديال هذيك شويه ديال لاصوص ديال البصله والكرافس، غادي نزيد عليها الاخرى، وغادي نزيد داكشي بالتدريجي. وهاد التوتال كله ما كيطلبش مني 10 ديال الدقائق في كل شيء. واحد اللذه كتجي فيها غزاله غزاله غزاله، وبغيت نبارطاجيها معكم، لانني كنبغي نعطيكم الافكار اللي يعني كما كنبغي راسي كنبغي لعباد الله. في هاد الاثناء غادي نزيد طبيعه الحال البطاطا ديالي،
هاد البطاطات اللي درت انا راهم كبار شويه، دونك هادي نحركها بحال هكا باش تدخل فيها هذاك الشيء ديالها، يعني هذاك الشرميله اللي درت في الاول، البصله والكرافس والمعدنوس، وغادي نزيد لو غاست اللي باقي عندي، هادي القرعه، وغادي نزيد القرعه الحمراء، يعني نحركهم باش يتلبسوا لي بهذاك العطريه كما كنقول، والبصله والكرافس والمعدنوس، نحرك مزيان. هاد الشوربه نقدو نحطوها كوم غونطري، يعني بلاص ما نديرو لي سالاد، خصوصا دابا في الحال بارد نقدو نديرو كوم غونطري، بلاص ما نديرو ان سالاد ولا نديرو هكا، يعني ناخذ واحد الشوربه سخونه من بعد نديرو لو بلا برينسيبال. يعني تقدر ترافق لكم مشويات، تقدر ترافق لكم لي فريتشو بحال لي كوتلات، فلفل لي كوتلات ولا اي حاجه، يعني سا ديبون، تقدر تاخديها بوحديتها يعني كشوربه خفيفه للعشاء. انا غادي نزيد الماء ديالي، والماء كيبقى دائما على حساب لا كونتيتي، على حساب الكثافه ديال الخضره، وعلى حساب قياس الخضره اللي عندك. انا هنايا ما غاديش نكتفي بدو بول، وهي حيت عندي الخضره قصيره شويه، دونك بليطو ما غنكتفيش بان سول بول، بواحد زلافه وحده، وانا ما درت انايا جوج ديال الزلايف ديال الماء. نحرك بطبيعه الحال، نشوف القياس ديال الماء ديالي واش هو هذاك غادي يناسب لي باش طيب لي غير هذيك الخضره، لان ديجا الخضره راها طايبه، خلاها طايبه بوحديتها، ما عندي علاش ندير. دونك غادي نغطيها ونخليها 5 مينوت. الشعريه ديالتي راني صفيتها من الماء، من بارد قطعتها بحال هكا، وغادي نزيدها 10 دقائق. دازت على داك الخضره ديالتي كانت كتبخلي 10 دقائق بالضبط، راه ما تحلات ما والو، كتبقى شاده لا فورم ديالتها. كنزيد الشعريه ديالتي ديال الطروز فيغميسيل على ديرنيير مينوت، او بطبيعه الحال هذه ما كتطلب لينا لا تبيخ لا والو، هاد الشعريه لانها طيبه من عند الله كما تيقولوا. صافي، هي كنسرح بحال هكا باش تشرب لي، وها هي الشوربه ديالتي ديجا موجوده، وتنصبها في واحد الزلافه واحد البول، وكنقدمها لاي انسان كيتفرج فيا، وكنشكر اي انسان، وكنشكر اي واحد كيدعمنا، وشكرا لكم جزيل الشكر. ما تنساوناش من ابوني، ما تنساوناش من الناس اللي جدد يديروا ابوني، وما تنساوناش من اللايكات. شكرا شكرا لكم جزيل الشكر. بطبيعة الحال تستناوني غادي نجيب لكم واحد فكره ثانيه اخرى جديده باذن الله، والسلام عليكم، وديما مع الجديد، وشكرا لكم.